اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتوتي لي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يخليك. طبعا احنا بنتكلم على علاجك على الهواء طبعا، وفرصه قبل ما حد يتصل نتكلم على الخطوط العريضه للعلاج. تمام. احنا عندنا في مرضى السكر تحديدا يعني اللي بيهمنا ان احنا نظبطها معدلات السكر في الدم، معالجه اي مضاعفات، الحفاظ على وزن الجسم. يعني ايه اللي بيخليني انا اغير دواء او انقص دواء او ازود دواء؟ واحد، معدلات السكر. طيب. دي واحد. فهم هختار حضرتك دواء من اللي بيخفض السكر اكتر. خلاص. أوكي. اتفضل حضرتك. اوكي. عشان الوقت طلعنا متاخرين 7 أو 8 دقايق. اتفضل. طيب هناخد استاذه رؤية وبعد كده استاذ كمال. استاذه رؤية السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا عندي سكر. نعم يا فندم. سن حضرتك كم سنة يا ست رؤية؟ أستاذ رؤية التلفزيون بس وطيه شوية. عندي 28. عندي 28. بص يا فندم، حضرتك الأستاذ حسام قال لك وطي التلفزيون أو ابعد عن الأوضة خالص اللي فيها التلفزيون لو سمحتي. اتكلمي بالتليفون. جميل جدا. 28؟ نعم. 28؟ 28 اه. مدام ولا انسه؟ لا مدام. عندك اولاد؟ اه عندي 2. سنك كام؟ قصدي وزنك قد ايه؟ وزني 51 والطول 160. يعني انت رفيعه قوي. السكر بقاله كام سنه؟ السكر بقاله كام سنه؟ يعني بقالي حوالي كده بتاع سنه. سنه واحده. سنة. جالك اثناء الحمل ولا ملوش علاقه بالحمل؟ لا لا ما كانش في حمل. طيب الصايم كام دلوقتي؟ لا ما كانش في حمل. نعم. تحليل السكر الصايم قيمته قد ايه؟ الاول لما قست يعني الصايم كان 450. الصايم انا بتكلم 400. اخر مره قست سكر قد امتى؟ يعني بقالي شهر كده. طلع كام الصايم؟ طلع الصايم 300 والفاطر 450. ده من شهر. من شهر اه. الوزن من شهر خسيتي تاني ولا وزنك ثابت على ال 51؟ لا انا وزني ثابت على الوزن ده، ما بقلش ولا بزيد. من قبل السكر هو كده ولا قبل السكر؟ لا لما خدت الانسولين زاد شويه. صح. انت قبل اما السكر جالك خسيتي وبعدين خدت الانسولين رجع الوزن زي ما كان ولا لسه ناقص؟ لا لما اثناء الانسولين كنت يعني قبل اول ما جالي السكر خسيت، بعد كده الوزن زاد، بعد كده خدت الانسولين زاد بقت 53. وبعدين؟ بعد كده بقى وقفت الانسولين وخدت سيتوفاج، بقيت باخد دلوقتي السيتوفاج ودانيوك. وايه؟ باخد تانيوفاج ودانيوك. دوانيل ولا ايه؟ دانيو. نعم. كملي، قولي كملي وانا هفهم هو ايه الدواء. 50 ملي. ده يا ماكروم مثلا 60 ملي. اه هو تقريبا 60 ملي. طيب انت دلوقتي سؤالك انك بتقولي سكري عالي ورفيعه صح؟ طيب ممكن تقفلي وهنكلم حضرتك من ماشي دعم. شكرا استاذ رؤية. ناخد التاني وبعدين طيب ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ كمال السلام عليكم. بس ناخد فرصه بعد. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. الحلقه اللي فاتت اتصلت. ايوه. وانا في اليوتيوب عرفت ان انا قلت الدواء غلط. طيب قول الدواء الصح. انا باخد الدواء جلوكوفاش وانما هو جلوكوفينس. جلوكوفانس. جلوكوفانس. جلوكو فانس. طيب انا قلته غلط المره اللي فاتت. طيب وانا بقى كتبت لك علاج ايه؟ قلت لك عند العلاج الجديد ايه؟ وباخده مفروض مع نوفورم. طب في نوفورم كمان.
ماشي ده جينو فورم كام ملي؟ 500 ولا 850 ولا 1000؟ 500. اه انا الجلوكوفانس كان كام حبايه في اليوم؟ حبايه واحده. طيب وانا قلت لك خد علاج ايه؟ حبايه واحده. وانا المره اللي فاتت قلت الدواء غلط فقلت له خد حبايتين المره، بس ده مش ما كانش الدواء اللي قلته غلط. اه قلت اه الجلوكوفانس ممكن تاخده حبتين برضه. يعني كده ماشي على حبتين، والثاني اللي هو ميتفورمين ده ال 500 ما اعتقدش انه لازمه دلوقتي شيله. اه اتفقنا؟ يعني الاثنين مع بعض يضروا بعض، اللي هو الاثنين جلوكوفانس مع نوفورم. ما خلاص يضروا بعض ويصابوا المعده؟ لا مش حكايه يضروا بعض، هيبقى جرعه كبيره قوي من ميتفورمين. فهو هنبدي جلوكوفانس حبتين، حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغداء، هيبقوا كفايه. او بص خلي انت بتتعشى كويس ولا عشا خفيف؟ اه لا خفيف. لا يبقى خد حبايه قبل، حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء ان شاء الله عشان السكر الصايم يطلع كويس. من جلوكوفانس وقف الثاني واتصل بينا، واتصل بينا بعد شهرين. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ كمال. ناخد الاتصال اللي بعده من مؤايه. السلام عليكم. انا كنت عايز بس ارد على الست الاولانيه المسكينه. طيب خليها مؤايه معانا. عليك السلام ورحمه الله. طيب مؤايه خليك معانا على ال، خليها معانا هي بنتونسين بصوتها. طيب لا ما انا بقول خليك معانا. آه ولان معانا الست الاولانيه معانا استاذ سمير برضو من السعوديه. ماشي بس بعد ماشي الست الاولانيه. استاذه رؤيه. رؤيه ولا رؤية؟ رؤيه. بص بقى رؤيه خير، انا مش هقعد اصلح لك واصلح للكنترول واصلح للعيانين. لا 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 صوتك مش الاستوديو. ايه يا عم؟ اه ما هو الحمد لله انا استاذ بس مش استاذ دكتور. الله يخليك يا استاذ، انا بنكفيك يا حسين. الله يخليك. بالنسبه للست رؤيه جسمها خاسس، وتوقيف الانسولين ده خطا شديد جدا. احنا ما نوقفش الانسولين لما مستويات السكر تنزل طبيعيه في الدم، فالسكر الصايم 300 وبعد الاكل ساعتين 400. فيا بنت الحلال هتمشي على الميكس طارد، هناخد ان شاء الله 20 قبل الفطار و20 قبل الغداء لحد ما وزن سيادتك يعدي ال 55 كيلو. الكلام الفارغ اللي انت بتاخديه والدكتور اللي حب يجاملك على حساب صحتك ده كلام فارغ. اسمعي الكلام، وبيننا وبين بعض تليفون بعد شهرين ان شاء الله. اتفضل. تمام ناخد. انت معانا مؤية على الخط. ايوه ماشي. السلام عليكم. يا فندم. ايوه اتفضلي. اتفضلي. بقول لك حضرتك يا دكتور، انا عندي السكر بقالي سنه. وبعدين انا باخد له علاج اسمه بلس 50. اه حاجه بلس 50 انا فاهم. فدكتور انا دلوقتي جاي لي اعراض بقالي شهر دلوقتي، في نبض جاي من عند عقلي الاثنين كده من ناحيتين، نبض جامد بالضاع، فما بنامش وعندي يعني ايه توتر كده. سن كم سنه يا فندم؟ سن كم سنه؟ 34 سنه. كم؟ 34. 34. وزنك قد ايه يا فندم؟ وزنك؟ وزني 120. طولك؟ معرفش الطول صراحه. طيب مش مهم، هو 120 هيكون طولك ايه؟ 2 متر و20. ما هو بالتاكيد هيبقى طولك مثلا 160 100 وكده، يعني في 40 50 كيلو زياده. يعني اذا مليانه. اخر تحليل سكر طلع كام يا فندم الصايم؟ اخر تحليل سكر محلاه النهارده. لا كان فتره، كنت فتره رغيف بلدي وكان 168. وبتاخد علاج قلت لي حاجه كذا 168. انت عايزه تخسي، عشان تخسي هناخد الجلوكوفاج 1000 مللي جرام قبل الاكل 3 مرات في اليوم. وسيبك من البلاس 50 الغالي ده، ده ثمنه 180 جنيه ولا كام؟ لا الشريط ب 30 جنيه. الشريط كام حبايه؟ 10. ما انت بتاخد 3 شريطه يبقى 90 يعني. باخد شريط، باخد حبايه بس في الغداء. ما هو يا بنت الحلال ما حبايه في اليوم يبقى 30 حبايه في الشهر. ايه ده؟ ما علينا. حضرتك دلوقتي هتاخد الجلوكوفاج 1000 مللي جرام، حبايه قبل الفطار بنص ساعه، حبايه قبل الغداء بنص ساعه، حبايه قبل العشاء بنص ساعه. ان شاء الله يقفل نفسك شويه، يوم يخسسك وسكرك هيتحسن على ده ان شاء الله لو مشيت كل يوم نص ساعه. الف سلامه. شكرا شكرا يا ام ايه. ناخد الاتصال اللي بعده من السعوديه. استاذ سمير. السلام عليكم. اهلا استاذ سمير. ورحمه الله. مرحبا. بحييك يا دكتور محمد سعد. حقيقة أنا إنسان والله معجب فيك من زمان يا دكتور، بتابعك. ربنا يخليك. وتحيتي للمقدم الحبيب الجميل اللي جنبك. ربنا ما يحرمنا منك ويطول في عمرك. ده بقى علامة من علامات القناة وعلامة من علامات الإنتاج الإعلامي. شكرا للأستاذ عبد الحميد والحبايب اللي بيستقبلوا الاتصال، الحبايب دول القلوب المذهولين.
ده من كرم اخلاق سيادتك يا استاذ سمير، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور انا عندي بنتي منار عمرها 20 سنه ولدت عندها الصفايح، لان امها عندها الصفايح. نعم. يعني حضرتك عندها مش عارفين نعمل ايه يا دكتور، صح بتنزل دانيه معاها الصفايح. طيب الصفايح بتنزل نتيجه يعني مرض مناعي ولا العظام نخاع العظام ما بيطلعش صفايح؟ لا وراثي يا دكتور. ما هو وراثي، يبقى النخاع ما بيطلعش صفايح مش كده؟ هو في حاجتين يا فندم، يا اما في هناك منشطات للنخاع العظمي انه يطلع صفايح، واخد بال حضرتك، وبالتالي الحقن دي انتوا خدتوها بالتاكيد مش كده؟ مش سامع يا دكتور. بقول لحضرتك في حقن بتخلي النخاع العظمي يطلع صفايح، حضرتك اخدت الحقن دي ولا لا؟ لا ما اخدتهاش يا دكتور، ولا اخدتش ولا حاجه. كل ما رحت الدكاتره كثير كله يقول لي ما فيش علاج. اخر دكتور يقول لي شيل الطحال، قلت له لا يا عمي اشيل الطحال ايه؟ لا هو هقول لسيادتك احنا بنشيل الطحال في بعض الحالات، كلامه مش غلط، بس يكون النخاع العظمي بيطلع كميه صفايح معقوله. لكن لو افرض النخاع اللي ما بيطلعش صفايح، انا هشيل الطحال ليه؟ لكن انت حضرتك العدد بيطلع كام الصفايح عاده؟ 76. 76 لو 67 يا دكتور، 67. 67,000 حضرتك كويس جدا، ويمنع اي مضاعفات لو مشينا، الا لو داخلين نعمل عمليه ولاده مش عارف ايه، دي نبقى ندي صفايح ساعتها. هتتجوز يا دكتور قريبا؟ نعم يا فندم؟ هتتجوز بنت يعني؟ تتجوز وتخلف وكل حاجه ولا في مشكله ان شاء الله تعالى. هي بس قبل ما نعمل اي امها يا دكتور. نعم. يعني كذلك عندها الوراثه، وبنت دانيا صغيره عمرها 13 سنه. ما هو احنا عندنا واضح كده ان النخاع العظمي ما بيطلعش صفايح سيادتك بكميه كافيه. ففي بعض الحقن حضرتك المفروض تجربوها، بس انا اخاف اديها لك على الهوا كده ليكون الموضوع مش اللي انا حاطه في مخي، لان دي موضوعات طويله لازم تتشاف. فحضرتك المفروض نعمل بذل نخاع ونخاع عظمي، لكن انا شايف 67 كويسه قوي قوي، او 76 الاثنين كويسين. حضرتك ده الناس فيبقى اقل من 50,000، فالواحد يخلي باله بس العمليه قبل حاجه، يبقى ياخد صفائح مركزه. الف سلامه عليكم. مكملات غذائية؟ لا ده كلام حضرتك اسمعه وطبقه، ان لم ينفع فلن يضر. طب يا دكتور انا عندي حالتين كمان، لان يا دكتور هذا الدكتور يحبك كثير كل ما يعطيني حالة، لكن حتصل بك مرة ثانية ان شاء الله في اليوم الحد او يوم الثلاث. انت مؤدب قوي يا استاذ سمير، تحياتي لك. الله يخليك يا دكتور، ده من ذوقك يا دكتور. لا والله شخصية جميلة ما شاء الله، شخصية سعودية جميلة ما شاء الله عليك. ألف سلامة أستاذ سمير، في أمان الله. متشكرين جدا على الاتصال. بص الأخلاق دي ملهاش علاقة بصراحة، أهلنا وناسنا السعودية. هقول لك على فكرة، الأخلاق ملهاش علاقة بالدراسة ولا بالشطارة ولا بالفلوس ولا بالتعليم. أكيد هو إنسان ربنا خلقه عنده خلق. صح ما شاء الله، في طمأنينة، ربنا يكرمه إن شاء الله. ناخد أم عبد الرحمن. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. تحت امرك. دلوقتي ماده الفرومين لما يكون حد عايز يخس، هي ليها اضرار لما يكون هو عنده سكر؟ لا ما عندهاش اضرار، بس بص حضرتك اللي مكتوب في العلم ان الميتفورمين ما بيقلل. الميتفورمين يا جماعه عشان اللي بيسمعونا غير سيادتك، يعني واضح انت شغاله ايه يا فندم؟ الو، راحت مش مهم. ام عبد الرحمن معانا؟ خلاص مش مهم. طيب. انا هكمل الاجابه. هو المادة الميتفورمين دي اللي اسمها جلوكوفاج او سيدوفاج، وفي كذا حاجة منها في السوق اسمهم نفس الاسم. الجرعات بتاعتهم في 500 وفي 850 وفي 1000. اللي مكتوب في الكتب ما بيخفضش السكر، لكن شفنا ناس بيقولوا نقص سكر. في السمان السكر في العالي مش هيكون عالي بالطبيعي، يميل الى الارتفاع، فناخده في السمنة وبنديه برضه في تقيس المبيضين واضطراب الدورة والحمل والحاجات دي. انا شايف التخان ياخده، المفروض الجرعه الكبيره قوي بتبقى 1000 مرتين يا استاذ حسام. تمام. انا شايف ان حد 3 راس، يعني 3000 حبايه قبل كل وجبه بنص ساعه او ساعه، ان شاء الله تجيب نتيجه كويسه، ما دام ما فيش بقى فشل كلوي وحاجات كتير كده عاده بتبقى مش موجوده ان شاء الله. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه ولاء سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور عايز اسالك شويه اسئله كده. يلا قولي واحنا نجاوب. يلا تحت امرك بس بسرعه. يا دكتور انا دلوقتي انا
كشفت عند اكتر من دكتور، فكانت معدتي تعبانه فكنت عامله منظار، فبعد كده خدت علاج ومعدتي يعني الهود، لان انا شايله المرضه فمعدتي بتتعبني من اي اكل، فحافظت بالاكل وكده فمعدتي خفت، فمعدتي رجعت وجعتني تاني لان انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه، وخدت علاج الدنيا للحساسيه مفيش فايده مفيش فايده. فالاخر لما رحت الدكتور اخر مره بتاع الحساسيه قال لي انت المشكله عندك مش 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 في مناخيرك، روحي اعملي له اشعه مقطعيه. فعملت له اشعه مقطعيه طلعت التهابات بسيطه، وقال الحاجز الانفي معوج حاجات بسيطه بس، هو ده ما يعملكيش كل شويه دكتور عايز اعمل كده حاجه واقفه دوري. فقال لي ده من المريء روح لدكتور جهاز هضمي. طيب فانا خدت باخد امباك وباخد اللي هو دواء الشرب اللي هو يا دكتور بتاع اللي هو مروتام موتيليوم 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 ايوه باخد دواء الشرب ده. الدواء ده ريحني، فانا مش عارفه انا كده ماشيه صح ولا انا عندي بجد حساسيه وكل شويه دي اللي عامله لي الاكل. خلاص امباك اللي انت بتقولي عليه ده او المضادات دي ما تمشيش عليه فترات طويله لانه له اثار جانبيه على المعده وعلى الكلى، لكن الموتيليوم ممكن نستعمله لمدة 6 شهور مفيش مشاكل إن شاء الله. ألف سلام. شكرا أستاذة ولاء. الاتصال اللي بعده أستاذة نعمات. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله. تفضلي يا ست نعمات. تفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تعالى. تفضلي. أيوة يا دكتور. سامعك. كنت مكلمك يوم الثلاث. تفضلي. حضرتك كنت قلت لي على برشام كده بتاخده مع حبتين برشام اللي هي المية دي. احنا قلنا المية هتاخد 2 وهتاخد الدكتون 100 ميجا برضو 100 زي المية يعني ما تزعليش. حباية قبل الفطار كل يوم عشان وشك مورم شوية، وفي نفس الوقت الدواء ده بيعكس للسيدات. معلش يا دكتور اسمه ايه؟ انت بص بقى المفروض تكون انت دلوقتي بتسجلي الصوت بتاع التلفزيون. انا اسمه الدكتون 100 ملي جرام حبايه قبل الفطار. شكرا جزيلا. شكرا استاذ نعمات وليك ولكل المشاهدين. يا ريت تتابعونا على الفيسبوك يوتيوب قناه صحه والجمال. ناخد دي وحاوز اتكلم دي وهي معانا برضو على ماشي. ناخد الاستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلينا ادينا ثانيه واحده. حاضر. الفيسبوك يا استاذ حسام بقى حضرتك تتولاه شويه وتهتم بيه. تمام. وانا بشتكيك قدام الناس كده. الله. حضرتك الصفحه بتاعتنا يا مخرج ينزلها كل شويه عشان الناس يبعتون عليها الحاله كامله ويكتبها كويس ويحط التفاصيل ويحط الحليل قد ايه والعلاج اللي بياخده والمشكله والبركه في سيادتك بقى. كل مره في الحلقه نعمل استاذ حتى لو كان ناخد ربع ساعه نرد عليهم زياده. تمام. طيب لو المخرج بتاعنا الجيل لو يعني يا ريت ينزل الصفحه بتاعت الفيسبوك. ماشي. لما يكون في وقت. اتفضلي يا استاذه دينا. انا كلمت دكتور يوم الثلاث حضرتك قلت لي حلل يوم الخميس مكلمين. اتفضلي. انا حللت الصايم طلع 157 والفطر 213. طيب احنا بناخد علاج ايه دلوقتي يا دينا؟ انت حضرتك كنت باخد انسولين وانت قلت لي زودي الجرعات 10 الصبح و6 بالليل. طيب وانت حضرتك زودت من يوم الثلاث لحد النهارده؟ ايوه يا دكتور. واما زودت طلعت القرايه النهارده بالمستوى اللي انت قلتيه ده؟ نعم. يعني انت حللت النهارده الصايم وبعد الاكل بساعتين بعد ما زودت الجرعات صح؟ ايوه يا دكتور. طيب احنا بناخد صايم كام دلوقتي؟ كام 12. ايوه خلوهم 16 الصبح 12. الصبح 16. ايوه. وانت بتاخد قبل الغدا كام؟ انا كنت باخد قبل الغدا انت قلت لحضرتك 6. لا هنخليهم 12 برضو 16 و12. انت وزنك كام عشان بس ما نغلطش؟ وزني 65. طب خلاص في فرصه 2 3 كيلو يزيدوا مع الانسولين ما يجراش حاجه، بس قللي الاكل احسن. لو فضلنا ناكل زي ما احنا علي وانا علي السكر يعلى وندي انسولين والسكر يعلى وندي انسولين لما الجرعات توصل مثلا اما ان شاء الله كده تبقى هي مثلا على 50 سنه تلاقيها بتاخد 200 وحده انسولين. تمام. خبها حضرتك ومفيش فايده فيه وتبقى تخن كده. شكرا يا مدام دينا. ناخد الاتصال اللي بعده. الحاج ابو محمود. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه سلام عليكم. سلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور الف سلامه يا رب يجازيك خير على اللي انت بتعمله معانا كله. ربنا يديك الصحه والعافيه ويكرمك. بارك الله فيك يا رب يا رب. والعلاج على الهواء ده بصراحه حاجه مفيده جدا جدا لينا والله. الحمد لله الحمد لله. تحت امرك يا فندم تحت امرك. ربي يخليك. بص يا دكتور انا الحمد لله عندي 59 سنه. انا من اسماعيليه. كم سنه يا فندم؟ نعم.
كام سنه؟ 59. ربنا يديك الصحه. الله يخليك، تسلم تسلم وتعيش. المهم انا عندي الايام اللي فاتت عملت تحاليل، بقوم من النوم من الصبح عندي رجلي من تحت وجعاني جدا وحرقان. المهم قلت يوم الاثنين اللي فات او الثلاث عملت يوريك اسيد طلع 5.2، وعملت انزيمات كبد وكلى والكلام ده، قال لي الحمد لله كويسه. وكنت برضو ايه عندي ضربات قلب سريعه، فعملت رسم قلب. قال لي لا العمليه يعني انت عندك نوع من التوتر، بس انت اهدي نفسك شويه وما تدانيش اي علاج. بس انا عندي يا دكتور بقى الايام دي رجليا بقى وجعاني من تحت، وعندي فقرات رقبتي من ورا وجعاني جدا 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 بعظم راسي، بحس ان انا تعبانه وعايزه ادهن طول النهار، ان انا ايه ادهن حاجات مثلا مسكنه. طيب سؤال سيادتي، مش عارفه بقى عظم راسي وجعني من ايه، بفقرات رقبتي من ورا وجعني. حتى انا عملت برضو اشعه على الرقبه من ضمن وانا بعمل التحليل والكلام ده، فبرضو قال لي عندك يعني فقرات ضغط على فقرات، بس مش لدرجه مش صعبه قوي للدرجه يعني. نعم. مش بالمعنى، ما قال ايه يعني نسبه بسيطه مش نسبه قوي. ويا دكتور حاجه تانية، هل نقص فيتامين د في الجسم ده ممكن بيسبب تعب في الجسم، وليه علاقه بالفسان او التخن او كده في الجسم؟ حاضر. طب دلوقتي انا عايز اسال سؤالين بس سيادتك. حضرتك وزنك قد ايه؟ انا حوالي 88 كيلو كده. 88 وطولك 81 يا 80 كده يعني. 81 وطول سيادتك 160 مثلا؟ انا 150. طولك 150. طيب الكعبين اللي بيقلموكي ولا رجلي كلها يا دكتور؟ رجلي كلها. في دوالي ولا حاجه بتيجي؟ لا لا لا، اما بتقف كتير الالم بيزيد. بيزيد شويه. مع الالم مع الوقفه. أوه. طيب حضرتك يعني عشان يمكن الوقفه وشايله جسمك، لو بتدلدلي رجليك وانت قاعد على الكرسي بيبقى في الم برضه ولا مفيش؟ تعبانه جدا. وبعدين يا دكتور وانا قاعده على الكرسي في خادي من ورا كده، وانا قاعده بقوم تعبني جدا بصوره ما تتخيلهاش، ببقى تعبانه جدا. في الم في اسفل الظهر خالص على قبل العصاصه؟ في الم قبل العصاصه. انا كنت عامله عمليه من سنتين تغيير مفاصل، تغيير تثبيت فقرات، وكنت عامله تسليك قناه عصبيه، كنت عامله عمليه كبيره في مصر يعني. ما عشان كده انا الحقيقه اسمها ايه حضرتك؟ ام ولاء. يا ام ولاء، الحقيقه انا مش قادر افرق قوي هل دي الام. طب اقول لك سؤال سهل قوي. اتفضل. مكان الالام اللي في رجليكي اما بتضغطي عليها بتألمك ولا فهماني؟ رجلي بتوجعني كلها، حتى من عند رجلي، من عند لا ده مش الاجابه. الركبه مش تحت، ان اضغط عليها بتوجعني، اضغط على رجلي اتنين بتوجعني. طيب اليوريك اسيد اللي طلعتيه طلعت مفيش 5.2، مفيش ضغط. لا الضغط يعني انا باخد برشام للضغط، بس الضغط عادي يعني قال لي كويس. طب جميل. هو واضح ان حضرتك العمود الفقري من اول يعني الفقرات العنقيه لحد الفقرات الجذعيه في شويه مشاكل فيها، واخد بال حضرتك؟ الالام اللي في ساقينك دول انا اخشى يكون العصب اللي هو بنسميه عرق النسا يكون مضغوط عليه ولا حاجة، بس مع عرق الناس المفروض اما اضغط على اللحم نفسه ما يوجعنيش ولا العظم. لا بيوجعني يا دكتور. من عشان كده. طب بص حضرتك، احنا عشان ما نكلفكيش هناخد حاجة اسمها يوروسولفين، اظن عارفاه دوت. والله يا دكتور باخده ليا بتاع شهرين. خلاص. هتاخدي كمان حاجة اسمها اولفين 50 ملي جرام حباية بعد الغداء لمدة 15 يوم. ماشي. واخد بال حضرتك؟ وانا شايف ان احنا يعني مش عاوز اديكي دواء كتير على اساس ما يجيبش نتائج عكسيه بعد شويه. نقلل اللحمه ونقلل الحاجات دي، وفيتامين د حضرتك ما بيعملش الكلام اللي الناس كلها بتقول عليه. ماشي. الف سلامه عليك. مولا شكرا شكرا بالشفاء ان شاء الله. نرجع لموضوعنا تاني يا دكتور. موضوعنا احنا حضرتك، احنا اما بنيجي نظبط سكر لمريض يعني على اساس ان معظم اللي اتصلوا بينا يعني عندهم سكر، بنحط في الاعتبار حبه حاجات. اللي هو مستويات السكر العادية ومستويات السكر التراكمية. التراكمي ده حضرتك بيوريك لمدة 3 شهور فاتوا أو أكثر من 3 شهور كمان. دي اللي هي التراكمية. أما العادية عندك حد؟ ناخد أم محمد. خلي أم محمد. ماشي. طيب أم محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم محمد. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون بس شوية يا محمد. بحلل. وطي التلفزيون. ام محمد سمعاني؟ السكر يطلع الصايم 130 والفاطر 174. طيب سنك كم سنة يا محمد؟ هل انا محتاجة العلاج؟ سنك كم سنة حضرتك؟ 65 سنة. وزنك قد ايه يا محمد؟ وزن حضرتك؟ يعني جسمك كويس. حدود حاجه و70. عندك سكر مش كده؟ من كام سنه السكر؟ والله مش عارفه.
انا امشي على علاج. ام محمد، ام محمد سامعاني؟ كنترول تعبنا النهارده. سامعاني يا ام محمد؟ يا استاذ عزب. ايوه سامع. طيب بقول لك يا ام محمد بس عشان الاتصال لسه فيه استاذ احمد مستنينا، لو سمحتي بس وطي التلفزيون عشان الدكتور يقدر يجاوب عليك. كنترول معلش فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. هو بيقول لهم قبل ما بيقول لهم. طيب يبقى يروح يزورهم في البيت. ام محمد خلاص اتفقنا، وطي التلفزيون شويه، بتضيع الوقت بتاع الناس بس. لو سمحت هل معاك يا فندم؟ بيقولوا لي مدام الخط بيقطع يا ام محمد. طيب ام محمد لو سمحتي عاودوا الاتصال تاني، ناخد الاستاذ احمد. سلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش اختي يا فندم عندها سكر من 5 سنين، وحضرتك كانت بتاخد نص حبايه 1 ملي امريل، نص في الصبح ونص بالليل حضرتك، وبعدين برضو السكر كان عالي، وبعد زودنا حضرتك كانت بتاخد 1 ملي وواحد ملي بالليل. السكر فندم عندها صايم 145 صايم و220 فاطر، الوزن يا فندم 80 كيلو. فحضرتك نغير حضرتك الامريل ولا نزود ولا سنها كم سنه يا فندم؟ سنها كم سنه سيادتك؟ سنها 53 يا فندم. 53 وسكر بقاله كام سنه؟ يعني 5 سنين زي ما سيادتك تفضلت وقلت. 5 سنين يا فندم بس كان كان منخفض شويه، كانت ماشيه على الامريل وكان كويس يعني في المعدلات يا فندم. ما هو دايما بيحصل انهاك للخلايا المنتجه للانسولين، والعيان بيمل برضه بيبوظ شويه. وزنها اخر 6 شهور يا فندم ثابت ولا زاد؟ لا الوزن تقريبا ثابت يا فندم مش بيتغير. وقلنا وزنها حاجه و80 وطولها؟ وطولها 165 كده يا فندم. يعني زاد 15 كيلو. هنا حضرتك ممكن ندي برضو الدواء الرخيص اللي هو الجلوكوفاج، هناخد حضرتك 1000 قبل الغداء و1000 قبل العشاء، وخلي الامريل زي ما هو، ما تزودوش تاني، الا لو زودناه ممكن يزود الوزن. يبقى حضرتك الامريل هيبقى 1 في الصبح 1 ملي. أيوة. حبايه 1 بالليل يا فندم. صح يا فندم. وناخد حبايه جلوكوفاج 1000 قبل الغداء بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه ان شاء الله. طب ما نزودش يا فندم الامريل، نخلي حضرتك 2 و1. هيتخنها يا حبي. ما احنا دلوقتي اللي احنا بنبص من كذا منظور سيادتك يا فندم، وبعد شويه اللي 3 مش هيجيبوا نتيجه يبقوا 4، وبعدين يبقوا 8، وبعدين ما ينفعش نحط انسولين وهكذا. فاحنا لازم نبقى يعني بخلاء قوي واحنا بنزود الدواء. شكرا شكرا استاذ احمد. نقدر ناخد اتصال من الرحاب؟ اتفضل. اهلا وسهلا. طيب استاذ رجاء. استاذ رجاء. سنور. يا فندم. سنور. ممكن اكلم الدكتور من فضلك؟ اتفضلي اتفضلي. طيب انا عندي 70، وكان عندي جات لي مره كده ضغط كان عادي 140 90، فروحت للدكتور بتاع اعصاب نفسيه واعصاب، عمل لي اشعه مقطعيه على الدماغ، وقال لي خدي تيتابيرون وتيبولينينا. ماشي. واحده من دي واحده من دي الصبح وبالليل، بقى لي سنه دلوقتي. رحت مره تانية بعد الاشعه المقطعيه عملتها، قال لي لا خليكي برضو ماشي عليه، جاء موضوع كورونا، فبقى لي اني عارفه عندي 70 سنه ما بقدرش انزل. فقال هل همشي عليك ده؟ انت حضرتك حاولي اي دواء الواحد بيمشي عليه فترات طويله من صح. حاولي حضرتك تقللي الجرعات شويه شويه، لان ادويه الحاجات بتاعه المخ والاعصاب والحاجات دي ما بنحاولش نوقفها مره واحده. وده بقى حاجه انا اما خدوه قال لي مش على طول طول عمرك، قال لي مش عليه طول عمرك. مفيش مشاكل، ممكن تمشي عليه على طول، لان دي حاجات اساسا يعني مساعدات يعني. الف سلام على شكرا سلام. شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. ام محمد سلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. معلش يا دكتور دلوقتي حضرتك، انا عندي 39 سنه، كنت عامله استئصال لورم في البطن مع الرحم بمنديل البطن بالمبيضين بكله من 5 سنين كده او 4 سنين. استئصال للرحم. بعدها ايوه جالي السكر وجالي ضغط. ثواني بس عليها. اسال على حاجات يعني لو سمحت، انت استئصلت الرحم ليه وانت 39 سنه حضرتك؟ الحمد لله كان حميد الحمد لله. ما انا لسه هسال. شالوا المبايض معاه ولا سابوا المبايض؟ المبيضين معاه. طيب الاسئله اللي انا بسالها دي انت مخبرني ان انا عارفها. يعني انت حضرتك مستنكره ان انا بسالها، لان ممكن نشيل الرحم بالمبايض ومن غير مبايض. لا لا، ما انا الورم كان خارج الرحم بس كان ملازم للمبيض الشمال. في احد الاورام قالوا لي همشي نص الرحم، فانا بصراحه يعني
كان بقالي فتره بتعالج وكده. قلت له اغسل الرحم كله، انا الحمد لله معايا اولى واربع اولاد وكده. قال لي خلاص ما فيش معايا اي مشكله. فسالوا لي الرحم بحاجه اسمها منديل البطن بالمديازين بكله. لا انا فهمت كان عندك ايه، مش مهم اللي كان عندك ايه. وبعدين اتفضلي. وايه؟ الكوليسترول عندي كان عالي. الايه؟ كوليسترول. طيب حضرتك ايه اللي تعبك اليومين دول؟ السكر عندي مش بيتظبط خالص، يعني انا اول ما تعبت كنت باخد برشام اسمه جنسولين او حاجه زي كده، انا مش فاكره اسمه، هو كان غالي شويه. بس بعد كده رحت للدكتور تاني اداني انسولين لانكوس بالليل، قال لي 30 وحده بالليل. وبعد كده انا سبت الانسولين، رحت للدكتور تاني اداني انسولين، ثواني اسمه معايا، ميكستار 30. ماشي. قال لي 40 وحده الصبح واللانكوس 30 وحده بالليل. مشيت برضو فتره سكري مش بيتظبط، سبت الانسولين خالص ورحت مشيت مع دكتور اداني اميرال اللي هو 5، كنت باخد قبل الفطار وقبل العشاء، وسودوفاج برضو قبل الفطار وبعد الفطار وبعد العشاء. بعد كده سبت الدكتور ومشيت بدماغي مع من واحده صاحبتي برضو ادتني، كان علاج سكر عندها قالت لي حلو باخده، كان اسمه سوجر بلاس. مشيت برضو عليه اسبوع، جيت حللت سكر صايم وفاطر، لقيت سكري الصايم كان 249 والفاطر كان 465. فطبعا انا اتصدمت بقى وكده، ورحت للدكتور تاني، انا اسفه عشان انا في الشارع، رحت للدكتور تاني اداني برشام اسمه ده اللي انا ماشيه عليه دلوقتي، جلوكو فينس، جلوكو فينس ب 50 500 ولا 500 ايه؟ لا 500 ملي جرام. لا بس انا كان مش مهم. بس طيب هو انا كنت باخد ال 250، بس انا في الصيدليه ما لقيتش غير 500 فبقسم القرص نصين مع السوفاز. قال ده القرص دوت اللي هو البول اللي حضرتك عليه دوت قبل الفطار وقبل العشاء، والسوفاز قال بعد الفطار وبعد العشاء ماشي حضرتك. وسكري برضو بقيته عشوائي، بيطلع مثلا 250 249. طيب انا ده بالنسبه ليا ان هو ايه، يعني انا كنت الاول لقيته عشوائي مثلا يعدي 300 400. طيب خلاص بقى عشان بس الوقت، يعني دلوقتي انت حضرتك الوزن اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ اخر 6 شهور لا انا وزني ثابت 97 كيلو. 97 اديني فرصه. 97 كيلو ووزني 155. طولك 155. والوزن 155. والوزن 100، يعني في حوالي 40 كيلو زياده. ايوه عندي منطقه البطن كلها عندي مليانه. يعني سنك 39 سنه ولا كام؟ وباخد الميليجا الصبح وبالليل. سنك كام سنه؟ 39 سنه. لا يا فندم بصي، علاجك الاول والاخير هو انقاص الوزن، وانقاص الوزن ده حضرتك احنا هنحاول نديكي دواء يساعد على انقاص الوزن، واخد بال حضرتك؟ الى جانب انه يظبط السكر، حتى الانسولين لو خدتيه احتمال يجيب نتيجه كويسه، بس وزنك مش ناقص يتحط عليه 5 6 كيلو او 10 كيلو تاني. فلازم هتمشي مع نظام، اسمعنا كام، انا خلاص سمعتك بقى نص ساعه بقالي. حضرتك هتمشي على نظام ريجيم كويس، افتح اي نت ولا اي حاجه من الناس اللي بيبيعوا دواء، قصدي اكل وشرب والكلام ده. شوفي حضرتك امشي اعملي على في اليوم 1600 سعر في اليوم. النت شغال والناس شغالين وعاملون بتوع التغذيه دول، العلم السهل ده. واخد بال حضرتك؟ وبعدين نمره 2 هناخد الجلوكوفاج 1000 قبل الفطار بساعه او بنص ساعه، وقبل الغداء بنص ساعه، وقبل العشاء بنص ساعه. وبعدين هناخد حاجه كده، انت كنت بتقول هناخد خدت اماريل قبل كده، بس 5 مللي ده كتير. هناخد 3 قبل الفطار و3 قبل الغداء. العلاج ده ما نغيروش لمده 6 شهور. لو خسيتي 10 كيلو الدنيا اتصلحت، غير كده مش هتتصلح مع سيادتك، لان انت عندك مناعه انسولين عاليه جدا جدا، وفي ادويه ممكن اديها لك برضو، بس انا خايف انها تعمل لك ورم في جسمك او حاجه وتزعلي منها. الف سلام عليك محمد بالشفه ان شاء الله. ناخد الاتصال اللي بعده الحاج رجب.
طيب اهلا وسهلا يا رجب. حاج رجب سلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ. اهلا وسهلا ورحمه الله وبركاته. تحياتي للدكتور محمد وتحياتي للفريق الاعداد المحترم. الله يبارك فيك يا فندم. وجميع مشاهدينكم وربنا يخليك للغلابه يا دكتور. الله يبارك فيك يا فندم. يا دكتور معايا سؤال لزوجتي وسؤال لي. اتفضل. بالنسبه لي انا كان باخذ برسام اكسمايد 10 وغيرته وخليته ايه عن طريق الدكتور برضك. اسمه ايه؟ خلاهولي 20. اسمه ايه؟ بس بنزل بول كتير. اسمه ايه ال 10 اللي بقى 20؟ من 10 خليناه 20. اللي هو اسمه ايه الدواء؟ اكسمايد. اكسمايد او اكسمايد. ماشي. من 10 خليهولي 20. طيب ما ده مضر للبول. بنزل بول كتير. طيب ايه اللي مزعلك؟ البول. هو مدهولك ليه؟ الدكتور مدهولك ليه؟ مدهولي للدكتور عندي النفس كاتب برضك. القلب اخباره ايه يا حاج رجب؟ 100% من بعد استشارتك يا دكتور. طيب هو عموما الدواء ده واضح ان الدكتور مدهولك عشان يريح النفس شويه، هو شاكك يكون في ارتشاح مائي على الرئتين. لو انت بدأ النفس يبقى كويس، قلل الملح في الاكل تماما وارجع لل 10 مللي تاني. الله يبارك فيك يا دكتور. وفيك بس تقلل الملح تماما، تحط مكانه ليمون ان شاء الله. الف سلامة يا شيخ. شكرا شكرا يا حاج رجب، بالتوفيق. الاتصال اللي بعده الحاج خميس. السلام عليكم. ايوه يا باشا. ايوه يا دكتور. اتفضل يا فندم. انا والله كنت عامل عملية الحصوة في الحالي. نعم. نزلت حصوتين في مستشفى في القصر العيني و6 اكتوبر، عملت عمليات والكلى عندي تعبتي والميه ضعيفه قوي. اعمل ايه يا دكتور؟ ربنا يبارك لك. يعني ايه ضعيفه؟ يعني قصدك وانت بتجيب ميه من الحمام؟ مش فاهم. الحمام بتحس ان الميه نازله ضعيفه؟ لا انا بصير في الحمام لمؤاخذه. نعم. نقطه نقطه براحه كده. سنك كم سنه يا فندم؟ سنك كم سنه؟ عندي عندي 70 سنه. ما يدي البروستاتا. عندك سكر ولا مفيش سكر سيادتك؟ رحت 6 اكتوبر. استوعب رد عليا، في سكر ولا مفيش؟ نزل الحصوتين. يا حاج خميس. نعم. الدكتور بيسالك في سكر ولا مفيش؟ ايوه. نعم. في سكر؟ لا ولا سكر ولا حاجه. طيب انت 70 سنه، دي اعراض بروستاتا سيادتك، واخد بال حضرتك، اللي هي البول ينزل مقطع او ينزل نقط، واخد بال سيادتك؟ فدي لازم حد من زملاتنا بتوع المسالك يشوفك. بس في حاجه دواء اسمه فيلوبوس، اسمه ديكونجستيل. ديكونجستيل ممكن تاخد واحده بالليل كل يوم ان شاء الله. وفي حاجه اسمها بس بيبطئ الضغط شويه، كارديورا. دي اعتقد لازم يكونوا بتوع الدهولك. هنجرب الكارديورا حضرتك، 1 مللي، حبايه واحده في اليوم. بس الضغط بتاعك لو واطي ما تاخدوش. وتاخد حضرتك الديكونجستيل برضه، ده لوبوس ان شاء الله. وبعد حضرتك بعد اسبوع ولا حاجه تبقى كويس قوي ان شاء الله. شكرا. بيمشي عليه على طول على فكره، ممكن يعني. تمام. ناخد الاتصال ام شفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. ممكن احكي الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ام شفاء. ايوه يا دكتور. نعم اتفضلي. ربنا يصلح قدرك. انا عندي 27 سنه. نعم. ووزني 106، وكل ما اعمل ريجيم دماغي يوجعني. مع ان مركز الريجيم والعلاج الطبيعي والتغذيه والكلام ده بعيد عني جامد، وانا نفسي اعمل ريجيم بس مش عارف. دماغي بيوجعك، ممكن يكون السكر بينخفض. الو. ايوه حضر مع حضرتك. يعني بتعمل الجيم مثلا، بتاكلي بتمسكي جامد على الاكل يعني؟ لا بقلل في اكلي. طيب ممكن تاخدي دواء معانا كده خفيف ان شاء الله، اللي احنا بنتكلم عليه مثلا تيدوفاج 1000. قبل الغدا حبايه بنص ساعه، وقبل العشاء حبايه بنص ساعه، ده يسد نفسك شويه. وتاخدي حبايه التروكس 100 قبل الفطار، انت سنك صغير يستحمل يعني، ممكن يديكي 100 او 200، اسمه التروكسين، حبايه قبل الفطار بنص ساعه او بساعه، ده برضو ان شاء الله يحاول يعني نظريا يحرق الدهن شويه، لكن الجرعات ممكن تزيد عن كده بعد فتره. المفروض تمشي لك كل يوم ساعه. المفروض وقت ما تحس ان دماغك هتبدا توجعك تسيب البيت وتروح تقعدي مع ناس تغيري جو، واخده بال سيادتك؟ يعني لازم تعملي نشاط وقت ما دماغك ده، عشان بعد شويه مخك هيتعود على مستويات السكر الجديده.
هو المخ بيبقى متعود على سكري حتى اللي هو ال 100 يعني هي ما بتجوع بتبقى 70 ممكن فممكن يكون بيعمل لها الصداع صداع بقى ومش عارف ايه لازم قبلها بعد شويه هتبقى عاديه تعود تمام بعد التعود يبقى ده موضوع التخسيس ده مهم جدا جدا طبعا بس طيب. مش هتخينه قوي على فكره ناخد الاستاذه نجلاء سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست نجلاء السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور اتفضلي يا ست نجلاء تلفزيون ماشي بس يلا لو سمحت يا دكتور انا عندي السكر انا عندي السكر وسني 50 سنه وزنك وزني 74 طيب كويس وطول 160 جميل يعني مش تخينه قوي السكر السكر عندي اللي بتاع 6 سنين الاول كنت باخد دايفانس 5 كنت باخد دايفانس 5 نص الصبح نص بالليل وبعدين علي السكر فاخدت جلوكوفاج بالضبط شاطر وبعدين برضو علي تاني فرجعت للدكتور اداني حاجه اسمها دولسين الضبط برضو وماشي على جلوكوفاج علي اكتر فاداني دولسيل ام قرص الصبح وقرص بالليل ماشي اوكي فبعد دولسيل ام ده علي السكر وتلخبطه وانا كنت عدم تركيز وكنت تعبانه خالص طيب بس فرجعت للدكتور تاني اعطاني ديابانول حاليا والمشكله الاكبر من كده احتقان زوري الزور محتقن بقى انا عايز الحل فيه بقاله قد ايه؟ الزور تعبني خالص بقاله قد ايه؟ ده بقاله سنين يعني بتاع من قبل السكر احتقان الزور بصي انت وزنك ما خسيتيش خلال الثلاث شهور اللي فاتوا دول ولا الست شهور؟ الوزن قل؟ ايوه الوزن قل اصدقك القول انت من الناس اللي يستحسن نبدا معاهم جرعات بسيطه بالانسولين ادام الوزن بيقل مع سكر بيعلى والدكتور حولك من نوع اكمل يا فندم بيحولك من نوع حبوب لحبوب 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 وهو كان متسرع وانت متسرعة لان اي دواء بنديه لازم نقعد عليه ست شهور نديله راحته فلو انت عايزة تخلي الدواء اللي معاك ده ست شهور وتتصلي بينا تاني ممكن عايزة تسمعي كلام وتخليك على دواكي وتزودي دواء صغير كده حقنة قبل الغدا للانسولين يظبطك اوكي انت عايزة ايه تدي الدواء ست شهور استاذه نجلاء سمعنا انسولين بس سمعها طيب بتقول ايه لا بس انا دولسيل ام خدت سنتين يا دكتور خدت انا بكلمك سنتين. على اخر حاجه انا دلوقتي انا المفروض تاخدي 20 مل تاخدي 20 وحده ميكس طارد 30 قبل الغداء وخليك على نفس علاجك وكلمينا بعد شهر ان شاء الله شكرا شكرا استاذه نجلاء ناخد الاستاذ محمود سلام عليكم سلام الله وبركاته سلام عليكم سلام ورحمه الله اتفضل يا استاذ محمود معاك يا فندم اهلا وسهلا معلش يا دكتور انا بقالي فتره كده بكشف عند غاز دكتور مش عارف عندي ايه بالظبط يعني اعصاب جسمي كلها بتوجعني سنك كام سنه يا محمود 36 متجوز لا يا دكتور طيب بتشتغل ايه انا شغال في الرخام يعني ايه وكاله في الرخام في الرخام يعني صنايعي يعني اه طيب ايه المشكله يا محمود دلوقتي اخر ايام تعبت جامد ما بقدرش حتى مش عارف اكل لقمه كده اتغدى او افطر ما بقدرش يا دوب اشرب شويه ميه واخد اي حاجه خفيفه كده غير كده ما اقدرش بخاف الاكل بيقف في زوري مش قادر ايه اللي مزعلك يا محمود استنى بس ده شكلها حاجات نفسيه يعني انت ممكن سنك ده مع عدم الجواز مع مش عارف ايه والاعراض دي مع حاجات نفسيه واخد بالك بتنام كويس بالليل بنام كويس بالليل طب وبتشتغل شغل كويس وعندك حيويه ونشاط لا الايام دي لا تعبان جامد طيب ما هو ماشي مع كده برضه نعم يعني انا بخاف ادي ادويه نفسيه على الهوا لان ممكن يبقى ضغط عالي ضغط منخفض واخد بالك ازاي عموما تاخد دواء اسمه اكتيمار دي حبايه قبل الاكل بنص ساعه ثلاث مرات في اليوم ان شاء الله بعد شهر هتلاقي نفسك كويس بامر الله شكرا 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 استاذ محمود ناخد الاتصال ام ولاء سلام عليكم وعليكم السلام وبركاته السلام ورحمه الله اتفضلي يا ام ولاء
ام ولاء. ام ولاء وطي التلفزيون شويه بس. الو معاك يا ام ولاء. دكتور اتفضلي. بص يا دكتور انا وزني 116 وعندي 24 سنه وما بعانيش من اي امراض، بس لما باجي اعمل ريجيم بتعب. هو اي يا ام ولاء اي ريجيم لازم يتعب، لان حضرتك متعوده على المحشي والكرومب والبتاع، وبعد كده بنبدا نخش في ستايل جديد ونظام جديد، المخ مش متعود عليه ولا المعده متعوده عليه. المفروض ان احنا بنشغل نفسنا في الاوقات اللي هنحس ان احنا نكون فيها جعانين، مش نقعد كده المحشي شغال جوه والريحه طالعه والبنت بتعمل مش عارف ايه، لا لازم البيت كله يتعهد ويتعاون في موضوع الريجيم ده. في الاول لازم في تعب طبعا، مفيش حلاوه من غير نار، زي ما طلعت فوق ال 100 كيلو واتدلعتي هتتعبي شويه. انا ممكن تاخدي حاجه اسمها كروماكس، حبايه قبل الاكل بساعه ثلاث مرات، ده يساعد على الحرق شويه الكروماكس ده، وناخد السيدوفاج 1000 قبل الغداء وقبل العشاء بساعه برضه، ولازم نقلل السعرات الى 1600 سعر في اليوم، ونمشي كل يوم ساعه، ودي اسمها معاناه الحياه مش سهله. كيلو الدهن يعني كيلو خرسانه. اوه ايوه تهد كيلو خرسانة احسن. يعني تمسك انت تكسر السقف اسهل من الدهن. من الدهن اه طبعا ماشي. في 8000 سعر لازم يقله من الجسم عشان الدهن ينزل. تمام. كيلو دهن على الميزان عشان يروح 8000 سعر. 8000 سعر انت المفروض حضرتك مثلا ساندوتش الهمبرجر الصغير او مثلا البيضه فيها كام؟ 80 سعر. 80 سعر على الاقل. يعني حته بيضه كده بيقول لك بيدلعوا بيها نفسهم. ده بيضه واحده. لسه. شكرا يا مولاء. يعني معنى ذلك يا دكتور ان فعلا الخساسان ده هي بدايه لل بس اول ما بتحس هتتعود. لا اصل هو احنا عندنا حد ولا خلاص؟ اه لا خلاص بقى. طيب. كده عشان ايه هنقفل. طيب انا ما اعرفش الوقت بيروح فين، بس اطمن الساده المشاهدين او العيانين ان انا ما باجي يعني هو بيلاقيني بسمعه كويس، وفجاه بيلاقي فيه قرار. القرار ده ما بيكونش انا لسه بفكر فيه، انا بكون خدته وهو بيكلمني. اصل هو ممكن يستغرب يقول الدكتور اداني في 10 ثواني وراح قافل. لا يا فندم، ده بيكون يعني مدروسه كويس وكل كلمه محسوبه. تمام خلصنا. خلاص كده نقدر نقفل. اتفضل. شكرا يا دكتور. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين، وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت للميديسن. نشكركم لحسن الاستماع، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس، وشكرا وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.